لا شك أن وقف المسار الانتخابي كانت له عواقب كارثية لا زالت آثارها إلى اليوم. النظام بعد أحداث أكتوبر اضطر إلى فتح مجال التعددية السياسية والنقابية والإعلامية، ولكنه لم يكن مستعد لتسليم السلطة إلى الشعب. كان يريد ديمقراطية على الواجهة، ديمقراطية على فساد فقط، يعني لا تصل إلى حد التغيير الحقيقي والتغيير الجذري والتداول على السلطة. ولهذا كان وقف المسار الانتخابي قرار اتخذ، كما هي شهادة بن حديد، كما هي شهادة آخرين، كما هي التهيئة لجمع الإعلاميين وتحضيرهم لما بعد وقف المسار الانتخابي، كما هي الزيارات المكوكية بين الجزائر وفرنسا في ذلك الوقت، التداول وكان فيها شهادات حول هذا الموضوع. يعني اتخذ القرار وما هوش يعني قرار تاع شهر ولا شهرين، وإنما كان متخذ من قبل. ثم بعد ذلك تأتي التبريرات، يعني تأتي التبريرات، قال الناس راهي ترفض يعني الإسلاميين، قال الناس راهي أو هناك أعمال إرهابية قبل وقف المسار الانتخابي قاموا بها بعض الإسلاميين. يعني التبريرات يعني من أجل هذا القرار الخطير الذي ما زالت الكوارثه إلى اليوم يعني جاءت فيما بعد. لأن مثلا إذا تكلمنا على قضية قمار التي وقعت في نوفمبر 91، الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت بريئة من هذا الموضوع، بدليل يعني حتى سكان قمار يعني في الانتخابات 91 المقعد فاز به مرشح الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الدور الأول، يعني بنسبة أكثر من 60%، وهذا دليل على أن حتى الشعب في تلك الدائرة كان غير مقتنع برواية السلطة. قضية الأميرالية هذه وقعت شهور حسب ما أذكر، يعني شهور بعد توقيف المسار الانتخابي. ففي الحقيقة هذا القرار الذي اتخذ كان رفض تسليم السلطة للشعب. يعني حتى لو كان هناك حزب آخر فاز كان لا يمكن أن يسلم له السلطة، سواء كان إسلامي أو غير إسلامي، لأن النظام الذي يعني ما الذي نعم. فهمته من كلام نزار في هذه الندوة لما يقول قرار سياسي وأنا من اتخذت القرار؟ هل فعلا الجنرال خالد نزار هو اللي عمل كل شيء وحده؟ هل هو بطل الفيلم يعني يعمل كل شيء وحده، أم أنه فقط في الواجهة ووراءه قادة النواحي وجنرالات آخرون؟ نعم، هو النظام بصفة عامة ربما كان النزار هو الشجرة التي تخفي الغابة، يعني أيوة. كان في الواجهة، كان هو وزير الدفاع، كان هو يعني الذي يتكلم، يعني لأنه دار مذكرات ودار حوارات وكذا وتكلم وتحمل المسؤولية. لكن من خلال شهادة بن حديد كان هناك يعني مشاورات، وكان هناك ضباط، وكان هناك يعني صبر آراء أو نية. هذا يعني ويدل على أن هناك الأغلبية ترفض مواصلة المسار الانتخابي. لكن مع الأسف يعني الشعب الجزائري الذي يعني خرج في انتخابات حرة ونزيهة بشهادة السلطة، بشهادة وزير الداخلية، بشهادة رئيس الحكومة، بشهادة الكثيرين، يعني هذا القرار الصادم، هذا القرار الذي يعني ترتبت عليه امور خطيره، لانه استاذ كمال بقيت البلاد بدون مؤسسات، بدون رئيس، بدون استاذ كمال مجلس شعبي وطني، بدون مؤسسات منتخبه. قلت يعني هذا الوضع الكارثي. وانت كما قلت الاستاذ عثمان، يعني هذه في الحقيقه لما نتكلم عنها هذه ذاكره، من جهه ذاكره تأبى النسيان، من جهه ان الشعب يريد معرفه الحقيقه. يعني احنا لما نتكلم عن الامور هناك كثير من الاشياء لا زالت غامضه للنظام. طيب يا استاذ كمال، يا استاذ كمال، يعني استاذ كمال في الوقت نعم انت كنت نعم. وقتها عضو في المكتب الوطني لجبهه سبيل الانقاذ، بالاضافه الى منصبك الذي تشغله كرئيس بلديه العاصمه في ذلك الوقت، لانه الاستاذ محمد ذكرني انه كانت في ذلك الوقت اتهامات توجه لعناصر محسوبه على الفيس تقوم بممارسات غير مقبوله، ربما هذه الممارسات غذت
من لا يحبون التيار الإسلامي، وبالتالي كأنهم عجلوا بهذا الانقلاب، وتم التأسيس إذا تذكر هذه اللجنة يسموها لجنة إنقاذ الجمهورية. أنا أعتقد أنه العكس. أولا بالنسبة لوجودي أنا في ذلك الوقت كنت في السجن، يعني سجننا في جوان 91، يعني الشيخ عباس المدني وعلي بالحاج وعلي جدي وابو خمخم والشقارة وعمر عبد القادر، يعني كلنا في السجن يعني 6 أشهر قبل الانتخابات. يعني لهذا قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا علاقة لها بما حدث فيما بعد. يعني نحن حتى 26 ديسمبر 91 كنا في السجن والمجيء بمضياف وغيرها من الأمور. فهذا الأمر الذي وقع كما قلت يعني كان مدبر من قبل، يعني هو وحتى ما قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي في الحقيقة لم تشمل الجميع الذين يريدون التغيير الحقيقي، لأنه كان هناك أناس يعتقدون أن النظام من يعني من غير المعقول او مش ممكن يقدم السلطه هكذا بمجرد اوراق توضع في صناديق. يعني فالجبهه الاسلاميه للانقاذ لما فازت في الانتخابات الاولى الانتخابات المحليه تكونت قناعه كثيره عند الكثير من الناس انه التغيير ممكن ان يكون عن طريق الصندوق، بدليل ان النظام قبل بنتائج الانتخابات المحليه. ويعني هذا بهذا الجبهه الاسلاميه للانقاذ اقنعت الكثير من الناس وانضموا وانخرطوا في هذا التغيير السلمي، التغيير عن طريق الصندوق، وان النظام ممكن ان يقبل النتائج. ولكن مع الاسف الجبهه الاسلاميه للانقاذ في ذلك الوقت هي لم تريد اخذ الأمور بالقوة، بالعكس يعني قدمت إطارات، قدمت كفاءات، قدمت خيرة الرجال الذين انتخبهم الشعب الجزائري في ذلك الوقت بالأغلبية. ولكن مع الأسف هؤلاء الإطارات والكفاءات صار مصيرهم في رقان وفي عين مقل وفي ودن ناموس وفي عين صالح وفي السجون، وكانت خسارة كبيرة للجزائر في ذلك الوقت. ولهذا هناك ذوي الضحايا، هناك عائلات المخطوفين، عائلات المعتقلين الصحفيين، المساجين الذين سجنوا منذ 91 ولا زالوا الى اليوم. يعني هناك ملفات كثيره لم تطوى، ملفات كثيره لا زالت تنتظر الحل وتنتظر الجواب.